تتصور تصدقي؟ موشة ولا موشة؟ حضرتك احنا كنا امبارح موجودين، كان في ضباط كيس بوم قالوا ان هم اتسالوا هيهتموا بالشعب وعايزين لهم عصابه. لا لا لا، كانوا بملبس مدني، هم الاخوان المسلمين قالوا لهم لا عشان نحميكم البسوا ميل، روحوا بيتهم ولبسوا ميل وجم في وشينا. الاخوان ولا شباب اخوان؟ لا اللي قال الدكتور محمد البلتاجي قال لهم اقلعوا ميري ولبسوا مدني. تمام. اقلعوا المدني ولبسوا ميري. جم لابسين ميرو، لما جم في وسطينا احنا لقيناهم ما لقيناش عدد رجاله كتير، قلنا الرجاله تعمل عليهم دروع بشريه واحنا الستات نعمل دايره واحده عشان الجيش ما يقربش مننا كستات، على اساس ان احنا هنستنى للساعه 10:10:30 عشان يحصل. فوجئنا ان اللواء الرويني بتاع الشرطه العسكريه جاي، كلنا احنا جايين احنا نحميكم وجايين كده، فاحنا صدقناه. اتاري الجيش كان بيقفل كل المداخل بالمدرعات وبالامن المركزي واحنا قاعدين فوق وعربيات الاسعاف، احنا ما تصورناش كده. حبينا نروح ما عرفناش نروح، فوجئنا اللي بيطلع يروح بيقبضوا عليه، فكلنا كلنا رجعنا قعدنا جوه الميدان لان احنا كنا ستات مش من المعتصمين، احنا عايزين نروح. فلما قعدنا جوه الميدان خلاص انت امام امن واقع، يا اما يتقبض عليك يا تقعدي جوه الصينيه، فاحنا قعدنا جوه الصينيه. ما كملناش اثنين الا ربع، اثنين الا ثلث، ما خلاص احنا مش خارجين. فوجئنا اكثر من 30,000 ضابط وعسكري بيضربوا كم طلقات سريعه السمية تك 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 تك، احنا مش عارفين ايه هي، تغطيه علينا. وبعدين الرصاص الحي، الرصاص الحي موجود مع كل الستات والبنات. في ضابط وهو طالع من الخيمه قتلوه في راسه موتوه، والاثنين الضباط التانيين اللي كانوا موجودين خدوا سمك في جنبه. دول كانوا بالافرولات ولا كانوا بالخيمه؟ كانوا بالافرولات، واكبر رتبه فيهم ملازم اول خدوهم. نقيب الثاني اللي اتقتل هم كانوا قدام من ملازم اول وملازم ونقيب، خدوا الجثث على عربيه جيش، جيش ومدنيين ومصابين عشان ما حدش فينا يسالهم، وعربيه الجيش حملوهم. والضباط فضلوا محاصرين الميدان لغايه الساعه 5 الصبح واحنا بنجري لغايه ما سبيرو مش قادرين، اللي مش عارفين حته نروح منها. كنا بنخش جوه الزباله عشان نستخبى من الضباط. الضباط دي المجموعه الثلاث سبعات اللي هي بتلبس، واحنا سالنا بتلبس قناع اسود وبتبقى حاطه على رجلها هنا طبنجه، وانا ست ما كنتش اعرف. مكافحه ارهاب دولي، مكافحه ارهاب دولي. وبقيه الضباط اللي هم بتوع الجيش لابسين اللبس الكاكي العادي والخوذات. فبقينا احنا ما كانش معانا لا طوب ولا اي حاجه، بقينا نقول سلميه سلميه ما صدقوناش. بقت العساكر تعيط وهي بتضرب علينا بتوع الجيش، يعني ضابط الجيش اللي كان واقف بيضربنا والعسكري كانوا معانا احنا، العيب في الكبار اللي فوق اللي امروهم يضربونا احنا، كان العساكر كانت بتعيط والضباط كان غصب عن عينيهم، بس دي اوامر المجلس العسكري. بقينا نجري وسيبنا، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في البلد. تقدري اللي ماتوا في اليوم ده كام؟ اقدر يكفيني ان واحده ست كانت حامل سقطت وماتت في ساعتها قدامنا وابنها جنبها، دي تكفيني اللي انا شفتها وجريت. وكان جنبي ست عندها 85 سنه بتقول قلبي قلبي، ما قدرتش اعرف اعمل لها حاجه، كيف وسبتها. ايه؟ ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. انا لا بعتصم ولا ليا في الثوره، وانا ست جده وماليش دعوه بحاجه. انا حبيت اعمل الضباط زي اي ام لما قالوا انه مفيش حد يحميهم والرجاله روحت، ده كان نصيبنا ده بس. ودي شهاده هتحاسب عليها يوم القيامه، اللي مصدقني مصدقني، اللي مش مصدقني وكيل ربنا. طيب اللي حصل وان هم سابوا عربيات هنا وعربيات ولعت، ايه اللي حصل؟ العربيه اللي ولعت هي عربيه واحده ورا، هم كانوا بيرموا علينا قنابل كده وموجوده مع العيال الاولاد الشباب. تمام. المونيا كده وفيها خط احمر بقى يرموها، فلما رموها بعد كل يرميها على ايه؟ على ورا، جت على عربيه الجيش. كان جميع عربيات الجيش سليمه عند المتحف، ولو الشباب يقصد انه يحرقها كان حرق الثلاث عربيات اللي عند المتحف. انا عايز اسال حاجه، الجيش ما كانش معاه اي اسلحه ولا اي حاجه ان هو يوقف الحرائق بتاع على العربيه الجيش بتاعتهم؟ لا ما هو سايبها عشان انتوا تقولوا احنا الشعب اللي عملها والبلطجيه، وزي ما بيقولوا علينا احنا بنقول حزب وطني، انا لا وطني وبقولها ولا اخوان ولا تجمع ولا اي حاجه، ام مصريه كنت بدافع عن شباب هيتقتلوا واتقتلوا خلاص والله يرحمهم. واخدوا الجثث على كده؟ كل حاجه خدوها من الارض، الرصاص بيلموه من الارض، الرصاص الحي كانوا ماشيين الامن المركزي وراهم بيلموا، والامن المركزي هو اللي كان بيضرب الفيشنكا على عالي وهو بالرصاص الحي. واحد بيغطي والتاني بيضرب. طيب
صدقونا صدقونا مصدقين خلاص. يبقى ما نعرفش احنا كل واحد فينا من قوة النار والدخان بقينا ندري محدش. حبيبة الضباط خدوهم روحهم ولا اللي اتقتلوا قدامنا اللي انا شفتهم اللي هي هتحدث عليهم يوم من الايام. لكن بقية الضباط اللي كانوا موجودين ما نعرفش احنا بقينا كل واحد فينا بيجري بنفسه. خلاص صدقتهم.